زينب، ولنتعرف أكثر على مشروع ملتقى حوار واقع الشباب في سوريا بين العمل التطوعي واحتياجات مرحلة التعاون، معنا عبر الهاتف من حلب مدير المشروع السيد عبد الله شحادة. يسعد صباحك. صباحك كمان، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح الخير، صباح حلب. صباح النور من حلب. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ ان شاء الله بخير. تمام، ماشي الحال. بالبدايه خلينا نتعرف عن حضرتك، عن الملتقى الحواري، فكرته واهدافه. طيب بعرفك عن حالي، انا عضو بالغرفه الفتيه، اسمي عبد الله شحاده، صيدلاني. هذا المشروع اللي صار امبارح على الملتقى، انا كنت مديره مع فريق من 40 شخص. هلا فكره الملتقى كان انه نجمع بين شخصيات بارزه بالمجتمع، ان كان القطاعات الحكوميه عامه وخاصه، من منظمات دولية ومحلية وجمعيات خيرية، لحتى نوصل بمخرجات وتوصيات عن طريق حوار بين المتحدثين مع الحضور. الحضور كان من كوادر الجهات المعنية، إن كانت جمعيات خيرية أو منظمات دولية، اتحادات، غرف تجارة وصناعة، ونقابات مهنية. كان الملتقى عبارة عن 4 جلسات حوارية ضمن مجالات بتخص واقع عمل الشباب في سوريا بين عمل تطوعي واحتياجات مرحلة التعافي. بتحكي عن تحديات العمالة، بتحكي عن الشباب السوري في ظل الأزمة، بتحكي عن واقع التعليم، بتحكي عن المستقبل، فرص العمل لمستقبل الشباب، وبتحكي عن تعافي مبكر واحتياجات البشرية والموارد البشرية لمرحلة التعافي المبكر. سيد عبد الله، عم تسمعنا؟ ايوه انا معك. يعني ركزتوا يمكن بالملتقى على 4 نقاط اساسيه، خلينا نحكي اهميه تنفيذ هي النقاط الاساسيه والتشبيك مع وزاره الشؤون الاجتماعيه لتنفيذها على ارض الواقع. والله التشبيك مع وزاره الشؤون الاجتماعيه هو كثير مهم، لانه اساسا نحن يعني مثل ما بيقولوا، اذا في كان اصول بيجي من اذا ما كان في اصول عم نمشي عليه فما بنكون ماشيين صح. فالاصول رح ناخذه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل كدعم لحتى نحن نقدر نتوسع اكثر بهالافكار اللي عم نطلع فيها، لانه اذا تبنت الوزاره هي التوصيات والمخرجات اللي كانت، فكثير بتسهل علينا متابعه هذا الملتقى، هذا المشروع اللي صار، حتى اذا كان رح يصير في مراحل ثانيه. نحن هيك بنكون شبكنا اكثر مع كل الجهات التابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل حتى. وممكن يصير في تشبيك اكثر، يصير في ربط بين مشروع لعده جهات مع بعضها. ممكن يصير في تسهيلات اكثر، هذا الشيء اللي عم نطمح فيه صراحه اكثر كمان مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. خلينا نحكي لك عن طبعا الملتقى، طرحتوا احتياجات مرحله التعافي كاولويه، شو اهم النتائج اللي طلعتوا فيها من هالملتقى؟ هلا النتائج كانت كبيره بشكل عام. بالنسبه للتعافي، حضرتك عم تسالي ما هيك؟ نعم. طيب بالنسبه لمرحله التعافي، بقدر بتذكر لك مثلا كان في عندنا احد نتائج انه العمل على ايجاد منصه مجتمعيه. يعني تكون هي منصه مبادرات يندرج تحت الافراد واصحاب المبادرات لحتى تقوي موضوع الانتماء عندهم، وتكون بشكل منصه. بالنسبه للنتائج كمان في عندنا كان توصية بتشجيع الجهات الصناعية لحتى تدعم مشاريع التخرج وأبحاث الدراسات العليا، بما يعود بالفائدة على المجتمع وسوق العمل مع بعض. وهي نقطة مهمة، يعني فينا نقول هي نقطة مهمة لرعاية الشباب وأعمال التخرج من مؤسسات يمكن على أرض الواقع، يعني بتعمل بشكل مستمر. تماما. أكيد. كمان نقطة مهمة إنه يكون في مشاركة للشباب بعملية صنع القرار. مثل ما بتعرفي هلا الشباب إذا كان هو شارك بصنع القرار فهو شارك بالمستقبل، شارك بمستقبله وشارك بمستقبل البلد. فهي التوصية عم بحكي عنها هلا هي إنه إدراج الشباب في عملية صنع القرار، خاصة بالمواضيع اللي بتخصهم، وتمثيلهم بالهيئات والمنظمات الداعمة، إنه يكون مثلا بغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، يكون في مشاركة للشباب اكثر بالفرع القرار والتمثيل. نعم. كمان في عندنا كان احد التوصيات انه يكون في تنسيق بين وزاره التربيه والتعليم العالي لحتى يصير في تثقيف للطلاب كان بالمرحله الثانويه قبل ما يصير في دخول للمرحله الجامعيه حول المهن والاختصاصات اكثر، لحتى يكون في دخول افضل للتخصص الجامعي
لحتى يكون تثقيف اكثر للمهن والاختصاصات. احد التوصيات كمان انه يصير في صيغ تشريعيه للمؤسسات الغير ربحيه، يعني مثل الشركات الغير ربحيه، المؤسسات الانتاجيه. هذا الشيء طبع على الجمعيات بحيث يكون في لها ريع خيري، تكون هي تعمل شيء له ربح لكن هو غير ربحي، يعني ريعه خيري بيروح بمكان ثاني لتنفيذ مشاريع خيريه. كان في كمان عندنا احد التوصيات تفعيل حوار بين الجامعات والمؤسسات التعليميه والقطاع الخاص، يصير في ربط وتشبيك بيناتهم لحتى يصير في تحديد لاحتياجات المرحله الجاي اللي هي مرحله التعافي. كثير ضروري يكون في ربط بين الجهات، ان كان مثل ما قلنا غرف تجاره وصناعه وزراعه وسياحه مع الجامعه بشكل عام، القطاع التعليمي بالاضافه للقطاعات الثانيه. القطاع الاقتصادي كان في توصيه انه يكون في دعم للقطاع الاقتصادي الانتاجي كوسيله غير مباشره حتى تدعم مشاريع سبل العيش ايضا. احد التوصيات كمان بالنسبه لهالموضوع طرح برامج تدريب والتاهيل على المستوى الوطني لحتى يصير في سد لمشكله الفجوه بالخبرات، وخاصه مفهوم الملازمه الانترنشيب، يصير في تفعيل اكثر له. اكيد تماما. استاذ عبد الله، يمكن كثير مهم طبعا عنوان هالملتقى هو واقع عمل الشباب واحتياجاته بسوق العمل ايضا، وايضا بحاجه لهي التشاركيه والتشبيك مع وزارات الدوله. نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وايضا موفقين لكل الجروب اللي هو معك. شكرا لك، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك سيد عبد الله شحاده، مدير مشروع ملتقى حوار واقع عمل الشباب في سوريا بين العمل التطوعي واحتياجات مرحله التعافي. شكرا كثير لك.